نبيه ثابت، السيد دكتور نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. سي نبيه مرحبا. مرحبا بك يا خويا، ومرحبا بكل المستمعين مضي كفان. شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية دكتور نبيه. نتعرفوا عليك شوية، أنت ولد المهنة أنتوكا. أنا دكتور نبي ثابت، أنا ولد المهنة، ولد القطاع الصحة. أنا خدمت في الاستعجالي، خدمت في قطاع الصحة العمومية، خدمت 9 سنين مدير جهوة للصحة بولاية قبلي وتوزر. ولاية قبلي وتوزر اللي تعرف إشكاليات كبار نعرفوهم موجودين زادة في الجنوب التونسي في الطب الاختصاص، وإلا زادة كذلك في علاقة بالمعدات وإلا بالبنية التحتية، هذا تنحكيو عليه نهار آخر. لكن إحنا الآن إزاء هذا المشروع 39 نائب منهم أنت دكتور قدمت مبادرة وتم إيداعها في أكتوبر 23 في البرلمان تتعلق بمشروع قانون أساسي لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. علاش قدمتوا المبادرة وشنو الروح الأساسي وعناوينها الكبرى يا دكتور؟ تسعة وأربعين طوميو. أوكي. هو نهارتها حتى ما تسمش عدد كبير من النواب موجودين، أنا وقت اللي خديت باش ناخذ المضايات نتاعهم الموجودين 49 نائب كلهم أمضوا على المبادرة هذه. أنا كما قلت لك من 2015 أنا مدير جهة للصحة، تعديت وتبعت القانون هذا في مجلس النواب الأولاني وتبعته في مجلس النواب الأخير. القانون هذا إنه روح القانون صحيح، إحنا خدينا القوانين الموجودة قبل وحاولت نعمل فيها إصلاحات خاطر روح القانون إذا نتفاهموا على المبدأ أنه ثم إذا الوحيد اللي ما يخطئش هو اللي ما يخدمش. صحيح. والطبيعة لا تأبى الفراغ، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكل الأعمال الصحية المقدمة للمواطنين فيها تنجم تكون أخطأ. صحيح. لكن إذا باش نعاقبوا طبيب من خطأ ما نحكيش على الجريمة ولا التعمد، أما الخطأ باش يكون العقاب نتاعو جزائي أكثر منه معنوي أو أدبي، باش يكون هو إجحاف للمنظومة الصحية. ونشوفه حتى هذا ساهم في هروب العديد من الأطباء في من تونس وحبوا يخدموا البرة، خاطر البرة تم القوانين هذه نتاع السكتور الصحة نعملوا له قانون خاص به، خاطر إذا باش تخدم تنجم تغلط يا خويا، مي الخطأ ينجم يودي بحياة إنسان ولا ينجم يعمل إعاقة الإنسان. زاد المواطن من حقه في تعويض معنوي، في تعويض مادي كما الاكسيدون دي لافو بليك، انه خطا سقط على وجه خطا تم تعويض مادي وتعويض معنوي. هي الاشكاليات اللي كانت بالاخص انه في المجالس قبل شكون باش يعوض وكيفاش باش يطلع التعويض؟ باش نسال عليها هذايا دكتور نبيه ثابت. لكن قبل، هل هي صياغه جديده لكلها والا خذيتوا من المشاريع الاخرى وتم هات نقول تاليف ولا صيغه تاليفيه لمشاريع موجوده من 2015؟ هو كخدمنا القانون احنا النواب خدمنا القانون، خذينا الصياغه السابقه وشفنا اراء برشا عباد خارج الصياغات هذيك، ومع انه كانت بالنسبه لي انا كنت نعرف انه ثم قانون في الوزاره قاعد يتقدم. دونك حبيت الجلسه الاولانيه كانت مع النواب المبادره وكنا نتفاهموا احنا النواب في بعضنا، من بعدين الجلسه مع وزاره الصحه باش نشوف القانون لخدمات وزاره الصحه، وهذاك علاش الجلسه الاولانيه كانت مع وزاره الصحه. وشنو المقصود الان بحقوق المرضى والمسؤوليه الطبيه؟ شنو المقصود بالضبط؟ أنا كما قلت لك إنه الخطأ أساساً، الخطأ مناش نحكو على الجريمة، عمري ما حكيت على الجريمة. الطبيب باش تعمل حتى بالمونفوتيزم سي جريمة، ماهوش خطأ طبي. دونك الخطأ الطبي اللي نجم تعرض له إنسان، وهو الماهية نتاع القانون إنه شنو هي الحق نتاع المواطن كي يطلع له خطأ طبي في مؤسسة صحية كانت خاصة أو حكومية. هل يضمن القانون ومشروع القانون، مشروع قانون أساسي كمان، ماذا يضمن للطبيب زادة؟ ماذا يضمن للمهني في علاقة بالخطأ؟ الخطأ الطبي عديد الأطباء وعديد البيرسونيل دو لا سونتي اللي خدموا ويعرفوها هادم، انهم كانوا يتعدوا مثلا انه طبيب كي كان يكون ثم خطأ، وديما نحكي على خطأ، يكون ثم خطأ وضعت إيطافات للأطباء، وضعت تفريغ السيرفيس من البيرسونيل دو لا سونتي. نذكرها آخر مرة مثلا القضية اللي وضعت في الكيف نتاع المرأة اللي عاملة حياتها في خطر، وطبيب جابوه من داره ما يخدمش في القطاع الصحة العمومية، ليكي جا من داره يلقى روحه إنه ديفون إنه حالة، سمحني كلمة بالفرنسية خاطر لا معنيش مشكل، احنا مع الفرنساوية ومع التعبير الحر، اتكلم على راحتك سيد نائب تفضل.
يلقى روحه ديفون ان سيتياسيون، يا يمنع حياته هي هاي. يا سيبة تموت. وساعديك كان يلزمه يعمل استيركتومي انه ينحي الارحام كامله باش تسمن على المراه هذيك باش يمنع لها حياتها. اي اي ما راعوا الطبيب هذاك انه بعد لما منح حياه المراه وقلت لك ما يخدمش في السيكتور بيبليك وجابوه من داره. باهي خمسه ايام ايطاف. خمسه ايام ايطاف، فهمتك. خمسه ايام ايطاف اذا تم خطا ولا جريمه المره الاولى صارت في المستشفيات. اما باش يصير هو خمسه ايام ايطاف. ونعرفوا الايطاف الناس الكل ما نحبوش. خمسه ايام ايطاف للطبيب هذاك كانت اموره حتى النفسيه باش تتعب من بعدين وكل شيء. جوستومون هو سؤالي حول هذا اليوم. القانون الجديد شنو الضمانات اللي يحطها، والا شنو في قضيه الحال كيفاش يتم اذا كان يتعدى القانون كيفاش يتم التعامل مع قضيه كما قضيه الحال؟ قضيه كما قضيه الحال انه من السيد وكيل الجمهوريه ما يتعداش للحاكم التحقيق. باش يتعدى للسيد وكيل العام. محكمه الاستئناف خطا طبي والبيرسونيل دو سونتي باش يتعدوا على السيد وكيل العام. وبالطريقه هذيك ينجموا يكونوا في حال صراحه حتى لان يصير ايطافهم ولا يصير معناها اذا ثبت انه ثم جريمه باش يصير الايطاف. واذا ثم جريمه يلزموا يتعاقب. اذا ثم خطا وغير مقصود دونك هذاك تعويض للمواطن. ثم حاجات اداريه تتاخذ في شان البيرسونيل دو سونتي او الكور ميديكال، حاجات اداريه. مي ما نمشوش انا كنت مدير جهوي قلت لك وثم عديد القضايا لطت العمد او لطت على وجه الخطا اللي هو الطبيب حاول ما ثمش ريزلتا. اذا باش تجي لا قدر الله مريض باش يعدي عندي انا كطبيب مانيش مطالب اني باش ريزلتا، مي مطالب اني نعطيه حطه، مطالب اني نعدي له، مطالب اني وثم حاجات اخرى مثلا عمليه التجميل مطالب بالريزلتا 60 كونترا. دونك اليوم باش نحاولوا انه في القانون هذا هي محاوله منا كنواب شعب وكسلطه وظيفه تشريعيه وظيفه تنفيذيه انه نحاولوا نعملوا الخطا شنيه، الجريمه شنيه، اي دواء حتى كعبه لنا الكون وكعبه الاسبرين العاديه ناخذوها ينجم ياخذها حتى مع الدكتور نعرفوها الكل في الكون لنا الكون هذه ينجم عنده مضاعفات. دونك اذا صارت مضاعفات مثلا الرجي كبيره ولا ايتاد شوك الرجيك وما صارش في ايتاد شوك الرجيك هذيك البريزون شارج دي مالاد خطا طبي او جريمه طبيه. بينما اذا هذا الطبيب حط الدواء نتاعو وصارت حساسيه من الدواء هذاك ما تمش خطا طبي. وهذه الاشكاليه اللي صارت حتى في 2020 مع شركه التامين. صارت الاشكاليه هذا شنية الخطأ وشنية اللي فيه انديزيرابل. وبالطريقة هذيك كان تفسيرها واضح في القانون هذا إن شاء الله. تفسيرها النواب واضح شنية اللي فيه انديزيرابل، شنية الخطأ الطبي، شنية جريمة طبية. باهي احنا اذا مقترح قانون اساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤوليه الطبيه، الابواب كثيره، هذا نرجعوا له بالفصل اذا كان لزم في اقرب الاوقات. لكن السؤال الاساسي هو زوز اسئله اساسيه الان سيد النائب المحترم. السؤال الاولاني هو حول التعويض، شكون باش يعوض للمرضى واللي يتعرضوا الى اكسيدون ميديكال، شكون باش يعوض لهم؟ بموجب القانون. بموجب القانون هذا والاشكاليات اللي صارت قبل انه تم تفكير في احداث صندوق ورزق البليك والدوله تعوض والعباد تساهم، الخواص تساهم والناس الكل تساهم. دكتور القانون هذا شو يقول؟ القانون هذا هو انه الناس الكل تنخرط في التامين، تخلط في شركات لاسيرونس. وهذا اللي خديناه في اخر زياره السيد وزير الصحه كي جاء انه مثلا الخواص باش تعمل لاسيرونس على روحها كيما تعمل لاسيرونس نتاع الكرهبها وهذا كل شيء. المستشفيات الجهويه والمستشفيات الجامعيه اللي عندها استقلاليه ماليه باش تعمل لاسيرونس نتاعها، والمستشفيات المحليه ومجامع الطب ومجامع الصحه الاساسيه انه الوزاره كيما تعملها لاسيرونس على الكرهب نتاعها وعلى المعدات نتاعها تعملها اسيرونس على الخطا الطبي. دونك التعويض باش يكون من شركات الاسيرونس من شركات التامين. مي العباد الكل باش اليوم باش تحل كلينيك ولا باش تحل عياده ولا باش تحل واحد يلزمك شركه التامين.
خاطر حتى المواطن اذا انت عملت خطا حتى المواطن باش يلقى التعويض نتاعو. لكن مثال سيد النائب زيد فسر لي غدوة في الأيام من سيحدد البرام متاع التعويض هذايا؟ احنا نعرفه في بلدان أخرى تتعدى قدام المحكمة تنجم توصل إلى مئات ألاف الدولارات. أي في تونس من سيحدد هل الضرر هذايا والتعويض وقيمته وكل شكون باش يعمل البرام هذايا؟ البرام هذا والبرام هذا احنا ما خليناش سايب زاده، عملنا لجان جهويه في كل الجهات فيها من خبراء الطبيين وفيها زاده من المحكمه الاداريه في حاله نمشوا للصيغه التصالحيه او المواطن يرضى بالصيغه التصالحيه هذه اللجنه هذه باش تشوف في حاله ما المريض رفض انه باش يمشي بالصيغه التصالحيه واللي يحب يمشي للمحكمه باش تكون في المحكمه باش تكون قضيه مدنيه ومش قضيه جزائيه اكثر منها مدنيه. مش تكون قضيه مدنيه وفيها تعويض ولهنا تدخل التامين، يدخل التامين على الخط. واذا كان فما واذا كان المحكمه اعتبرت انه بعد التحقيق فما جرم وقتا نتعداو يمكن ياسر الى القضاء الجزائي. القضاء الجزائي اللي عمل جريمه في تونس ما عندوش مين يتهرب، ما عنده حكايه وقت. دونك اليوم الفكره شنو هو؟ انه اذا كان انا تعرضت الى خطا مهني وخطا طبي، نقول يا ناس انا راني تعرضت الى خطا طبي، النجم نمشي للصلح، في الصلح النجم ناخو انا اتفاق ما بيني وما بين البارتيسيان، ما بيني وما بين الطبيب، هذا يعوض لي، والا نمشي للمحكمه والمحكمه من بعد تعوض لي ويخلص التامين. باهي اوكي، لكن في الاثناء احنا نعرفوا المشروع هذا ما تعداش في زوز برلمانات لرفض النقابات الطبيه في القطاع الخاص وشركات التامين، هي بيدا كذلك اللي رفضت في وقت من الاوقات وتقول لك انا علاش تحبني نهز انا هالكلفه هذيا اللي تنجم الله لا يقدر يا ربي ما نعرفش انا عين ولا ساق ولا والا معناها خطا جسيم ينجم يعطي مثلا انه العبد الله يقدر يكون مقعد ولا غيره، يقول لك علاش نهز انا مئات الاف الملايين؟ بالنسبه لي الموضوع غير متكافئ. شنو رايك؟ صحيح، انا رجعت حتى للمداولات اللي صارت في لجنه الصحه السابقه ولجنه ما قبلها، هو شركات التامين كانت بالخص على الخطا الطبي وال الجريمه الطبيه ولا احنا فسرناها في القانون هذا تفسير واضح. فهمني؟ وكان تقبل هو لشركه التامين كيفاش باش تتعوض حكايه احداث الصندوق والمستشفيات هذيك، الوزارات رفضت انها باش تعمل اسيرونس، وقلت لك انه السيد وزير الصحه كي جاء معناها باش يعمل اسيرونس وهو اللي نحى الصندوق. احنا حطينا الصندوق ك نواب الشعب في القانون الاساسي نتاعنا كخدمناه، مي وزير الصحه معناها انه مع انه المستشفيات الحكوميه تنخرط في الاسيرونس. دونك حاولنا انه الحاجات اللي انا قلت لك طيت والمداخلات وطيت جلسات الاستماع اللي صارت في اللجان السابقه وحاولنا انه نهربوا على الحاجات اللي ترفضوا. فهمتني؟ والقانون هذا هو لصالح المواطن، لصالح القطاع الصحة في تونس. إذا نحبوا نعملوا دولة اجتماعية في تونس ودولة اليوم أنا ارتكبت معك خطأ يلزمني نعوض لك. هذه هي الفلسفة نتاع القانون، حماية الخطأ المواطن وحماية اللي يخدم في الصحة. اليوم ما ينجموش نطالبوا الطب باش تخدم لهنا واللي هو تحت مترافق انه كان يعمل خطا يلقى روحه في الحبس. في كل الحالات الان القانون الاساسي يتعرض الى الاختبار الطبي وباش نسمعوهم زاد رانا الكل. باش تسمعوا شكون؟ العمادات، الاطباء، النقابات، باش نسمعوا الوزارات الاخرى كما ممكن وزاره الصحه، وزاره الدفاع عندها مستشفيات تبعتها هي، وزاره الشؤون الاجتماعيه عندها كلينيكات تبعتها، وزاره الداخليه عندها خدمات الطب في خدمات الصحيه اللي منظوريها. دونك باش نسمعوا زاد الغرفه نتاع ليزاسيرونس باش يكون ان شاء الله القانون يرى النور في الدوره هذه. من الحاجات اللي حاجات اللي جاي باش نعملها لهنا باش نحاول نخدم عليها هي مجال الصحه. انا ولد قطاع الصحه، نعرف ثم برشا اشكاليات في الصحه في تونس، مي هذه قوانين اللي باش تساهم زاده في وجود الاطباء في المناطق الداخليه. اليوم ما نجمش انا نحاسب الطبيب في مناطق داخليه وهو البنط هذيك ما نجمش يعمل سكانير.
ايوه باش يعرف الدياغنوستيك. واضح. دونك هذه باش تساهم ان شاء الله في تطور منظومه الصحه، في انه اولادنا يخدموا في تونس، مع برشا قوانين اخرى ان شاء الله باش ترى النور، برشا مبادرات اخرى تاع قوانين انه باش تخلي نحاولوا نحو التفاوت في الخدمات الصحيه المصادمه ما بين المواطنين والمناطق. شكرا لك سيد النائب المحترم نبيه، دكتور نبيه ثابت، رئيس لجنه الصحه وشؤون المراه والاسره والشؤون الاجتماعيه وذوي الاعاقه. واضح واحد القانون هكا وحده ما يكفيش، رساله كامله لازم تكون موجوده، يلزم زاد كذلك يكون فما ايمان عميق من عند كل المدخلين انه هما معنيين بفكره التحكيم وفكره الصلح في علاقه بالخطا الطبي، هذا الى جانب التامين اللي لازم يكون موجود، ينجم يكون موجود بقوه او توكا.